مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. من بعد ما أعلنت نور ستارز عن عملها على أغنية جديدة، بلشت تحليلات المتابعين تزداد يوم بعد يوم عن موضوع الأغنية والفيديو كليب، خاصة بعد ما شاركت نور ستارز معلومة أنها تقصد شخص معين بالأغنية. إشاعات وأقوال وكتير أشياء حتصير بس تنزل هالغنية، لأن هالغنية أنا عاملتها لشخص معين. فشاركت نور هذه الصورة على حسابها على إنستغرام وعلقت: بفكر فيك ومش نسياك وبكرهك ومش طيقاك. فحط الجمهور مجموعة من الفرضيات وبعتها لنور على الخاص، وبلشت نور تجاوب على كل فرضية. فالفرضية الأولى واللي ذكرها عدد كبير من الناس أنها تقصد أبوها، فأجابت نور بلا. والفرضية الثانية كانت أن نور تقصد متابعينها، فأجابت نور بلا، أنتوا حبايبي أكيد هالأغنية مش عنكم. فهون عرفنا أنه الأغنية حتكون أصف، فبلش المتابعين يعطون أسماء من عالم اليوتيوب. فأول اسم كان أبو الرب، وأجابت نور حرام عليكم شو خص أبو الرب، بس بدي منك تشوفها وتعطيني رأيك بكل صراحة. أما ثاني يوتيوبر فكان سلمان صديق نور ستارز، فأجابت نور لا مش سلمان، سلمان أخ وصديق. واليوتيوبر الثالث كانت نارين بيوتي، فأجابت لا نارين حبيبتي وأختي، هالأغنية لشخص ما بينطق. وذكر المتابعين أيضا أسامة مروة، فأجابت نور بشو خص أسامة هلأ، الشاب قاعد بكاليفورنيا بأمان الله. أما الاحتمال اللي أجابت عليه نور بممكن كان حبيبك أو الكرش أو الإكس، فأجابت نور بممكن واحد منهم أو ممكن كلهم. فبعد كل هالمعلومات والحماس صار الجمهور يطالب نور بتنزيل الفيديو كليب بأقرب وقت، فكتبت نور قريبا أقرب من ما تتخيلوا، بتعرفوني مجنونة وبعملها. فنور عم بتحضر حاليا للفيديو كليب، والتصوير مثل ما خبرتكم من قبل حيكون بدبي. نسبة حماسكم من الأغنية والفيديو كليب اكتبوها تحت بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.